المشاة الأول، لواء المشاة الثاني، لواء المشاة الثالث، لواء المشاة الخامس. قد يظن من يشاهد عرض الجيش العسكري أن عريفة الحفل أغفلت عن ذكر اللواء الرابع، فما حقيقة اختفاء هذا اللواء ولماذا لم يعد له وجود في تشكيلات الجيش اللبناني؟ في العام 1984 قام هذا اللواء بمهمة في منطقة الشحار الغربي، وظن البعض بأن هذه المهمة ستكون في صالح القوات اللبنانية ضد الحزب التقدم الاشتراكي. استراتيجية جميل وطنوز يوصلوا سوق الغرب بقبر شمون بمنطقة الشحار للدمور ويقطعوا كل طرق الإمداد عن المناطق الدرزية. بعد أن انتشر اللواء في منطقة الشحار الغربي وفصل بين تجمعات مسلحي الحزب الاشتراكي، سحب النقيب وليد سكري الكتيبة 43 من مواقعها في بلدة قبر شمون، محدثا ثغرة في الخطوط العسكرية للواء مكنت الطرف المقابل من طلب موازين المعركة لمصلحته. سقط اللواء الرابع بعد منا وانسحبوا القوات تبعه منهم للسعديات ومنهم لخلدي، انتهى شيء اسمه لواء رابع، ويبدو انه رقم حظ مش منيح سيء للجيش كان بديك الايام، ما قعدوا اي لواء رابع. ليش؟ لحد هلا هذا سؤال كتير جوهري، ما حدا بيعرف ليش ما نعمل لواء رابع. لان الاعراف العسكريه دائما لا تعيد انشاء اللواء الذي يتعرض لمثل هذه الحالات، فإن الجيش اللبناني، قيادة الجيش اللبناني عملا بالأعراف العسكرية امتنعت عن إعادة تكوين اللواء الرابع، وأصبح الجيش اللبناني خلوا من هذا الرقم. إبان الحرب الأهلية كان الجيش مقسوما بحسب الطوائف والميليشيات، أما اليوم فكل اللبنانيين يحتمون بمجده ويتغنون باسمه. مجدك احتميت ترابك الجنة عاسمك النيل عاسمك رفني.